عليكم، معك بالحاج خالد جزار في السوق المركزي للرباط. بالنسبه واش كاين شي اقبال بالنسبه للحوم خلال الشهر هذا؟ اليوم كاين اقبال مزيان، جو الناس يتغداو. شنو اللحوم اللي خداو؟ شنو اللحوم اللي كان عليها اقبال كبير؟ كاين الكفته، السوسيس، بيفتيك، كوتليت، طاجين، كلشي تمشى. بالنسبه للاقبال هذا العام افضل من العام اللي فات ولا؟ بالنسبه لنا احنا العام اللي فات ما كناش هنايا، كنا في السوق النموذجي برا. دابا عاد العام دخلنا لهنايا. دابا بالنسبه للاقبال اللي كان اليوم والبارح قادر انه يكون ان شاء الله غدا وبعده في خلال شهر رمضان؟ كنتمناو الخير ان شاء الله. كنتمناو المغاربه بالمناسبه ديال شنقول لهم عواشر مبروكه، ندخل عليهم بالصحه والسلامه، على سيدنا الله ينصرو، خلي لي وليداتو. السلام عليكم. رمضان مبارك سعيد على المغاربه كاملين من طنجه للقويره. وكما كتعرفوا حنا الحمد لله بمناسبه شهر رمضان كيكثروا الشهيوات وكيكثروا التقاليد المغربيه. وبالنسبه انا راه كنتقدم عند النزار هذه ديال بالحاج اللي غنيه على التعريف، وتقريبا راه كنتقداو عنده ابن عن جد. وانا ما كان زعما هذا هو الجزار ديالنا تبارك الله، وكيتعامل وعنده الجوده واثمنه مناسبه، وحتى التعامل ديالو تبارك الله وصل عندي زعما حاضر في الساحه ديالو ومعروف وغني على التعريف. بالنسبه واش اول مره كتجي تقدم عنده ولا ديما كتقد عنده ولا غير في خلال شهر رمضان؟ لا ديما حنا ديال المزارات ديالنا كنتقداو عنده ديما، لان تبارك الله عنده الجوده ومولف اللحم ديالو، وكنقصو كامل انا ولا الاخ ديالي ولا المولين الدار ديالي. الحمد لله ديال هذا هو المحل ديالنا معروفين، كنجيو عنده ديما. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.